أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين لا زال حديثنا حول الآيات والأحاديث النبوية الشريفة الدالة على إمامة الأئمة من أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. الحديث الخامس من أحاديث باب ما نص الله عز وجل ورسوله على الأئمة عليهم السلام واحدا فواحدا. عن أبي جعفر الإمام الباقر عليه السلام. قال: كنت عنده جالسا، يعني الراوي وهو أبو بصير، فقال له رجل حدثني عن ولاية علي. من الله او من رسوله فغضب ثم قال: ويحك كان رسول الله صلى الله عليه واله اخوف لله من ان يقول ما لم يامره به الله، بل افترضه كما افترض الله الصلاه والزكاه والصوم والحج. قد مر في ابواب التفويض ان الاحكام الشرعيه على قسمين القسم الاول احكام شرعها الله سبحانه وتعالى مباشره فامر نبيه بابلاغها وهذه تسمى الفرائض اصطلاحا الصلاه والصوم والزكاه شرعها الله سبحانه وتعالى ثم أنزلها على رسوله صلى الله عليه واله ليبلغها للناس. القسم الثاني هو أن الله سبحانه وتعالى أدب نبيه بآدابه، ففوض إليه الدين، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى علم الرسول المصالح الواقعية، المفاسد، الواقعية، وفوض إليه تشريع الأحكام تشريفا للرسول، فبدلا أن يشرع الله الحكم مباشرة علم الرسول فالرسول شرعها، وهذه ما يعبر عنها بسنة الرسول صلى الله عليه وآله فالرسول لم يشرع اعتباطا وانما لان الله علمه، وهو تشريف مثل مثلا بلا تشبيه، للمثال لتقريب الفكره الى الاذهان، رئيس الجمهوريه له نائب تارة الرئيس يوقع على القرار ويعطيه للنائب ليعمل به او ليبلغه، وتارة الرئيس يبين ما يريد للنائب، والنائب هو الذي يصدر القرار ويوقع على ذلك القرار، فحينما يصل القرار بيد الناس يقال ان هذا القرار قرار صادر عن نائب الرئيس وبتوقيع منه، لكن نائب الرئيس لم يكن اصداره للقرار اعتباطا وإنما بتوجيه من الرئيس نفسه. على كل حال الفرائض فرائض الله وسنن الرسول صلى الله عليه واله الولايه ولاية الأئمة عليهم الصلاة والسلام من أمير المؤمنين إلى الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. هذه لم تكن من الأمور التي فوضها الله سبحانه وتعالى إلى رسوله، وإنما هذا الأمر بتعيين من من الله سبحانه وتعالى مباشرة، لجلالة هذا الحكم، وهذا التشريع، وهذا القضاء. وهذا القضاء الإلهي الله سبحانه وتعالى لشرافته ولمنزلته لم يبلغه للرسول بواسطة جبرائيل ولا بالوحي حينما يكون الرسول في الأرض وإنما في المعراج في المعراج حينما دلا فتدلى فكان قاب قوسين أو, أو أدنى هناك الله سبحانه وتعالى خلق الصوت وأمر رسوله صلى الله عليه وآله بتعيين علي عليه السلام خليفة من بعده طبعا هو لا فرق بالنسبة لله بين السماء والأرض لأن الله خارج عن المكان المكان مخلوق لله وليس المكان يحيط بالله لأن المخلوق لا يعقل أن يحيط بالخالق لا فرق النسبة إلى الله سبحانه وتعالى متساوية في الأرض أو في السماء أنت مخلوق في المكان وهو خالق في خارج المكان وإنما هذا تشريف وبيان للأهمية فإذا ولاية أمير المؤمنين والأئمة عليهم الصلاة والسلام هذه كانت بإرادة ربانية وبتشريع رباني وبقضاء رباني من غير واسطه، فلم يكن دور الرسول صلى الله عليه واله في ذلك الا الابلاغ للناس والعمل لتثبيت هذا الامر، وقد صنع ذلك رسول الله صلى الله عليه واله في طيله حياته من يوم الذي دعا عشيرته الاقربين حيث نزلت وانذر عشيرتك الاقربين إلى حين رحيله، في هذه الفترة كان يبلغ هذا الشيء الذي أوحاه الله سبحانه وتعالى إليه. هذا بالنسبة إلى الحديث الخامس. وأما الحديث السادس فهو حديث طويل. عن أبي الجارود قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: فرض الله عز وجل على العباد خمسة أخذوا أربعا وتركوا واحدة قلت أتسميهن لي جعلت فداك قال الصلاة وكان الناس لا يدرون كيف يصلون فنزل جبرائيل عليه السلام فقال يا محمد أخبرهم بمواقيت صلاتهم ثم نزلت الزكاة فقال يا محمد أخبرهم من زكاتهم ما أخبرتهم من صلاتهم. ثم نزل الصوم فكان رسول الله صلى الله عليه واله إذا كان يوم عاشوراء بعث إلى من حوله من القرى فصاموا ذلك اليوم. فنزل شهر رمضان بين شعبان وشوال. ثم نزل الحج فنزل جبرائيل عليه السلام فقال: اخبرهم من حجهم ما اخبرتهم من صلاتهم وزكاتهم وصومهم. ثم نزلت الولايه ثم نزلت الولايه وانما اتاه ذلك في يوم الجمعه بعرفه انزل الله عز وجل اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي. وكان كمال الدين بولاية علي بن أبي طالب عليه السلام، فقال عند ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله أمتي حديث عهد بالجاهلية، ومتى أخبرتهم بهذا في ابن عمي يقول قائل ويقول قائل، فقلت في نفسي من غير أن ينطق به لساني، فأتتني عزيمة من الله عز وجل بتلة أوعدني إن لم أبلغ أن يعذبني فنزلت يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين فأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله بيد علي إلى آخر الحديث الشريف في هذا الحديث الامام الباقر يبين اركان الاسلام بني الاسلام على خمس الصلاه والزكاه والحج والصوم والولايه فعامه الناس اخذوا بالاربع يعتقدون بالصلاه ويصلون يعتقدون بالصوم ويصومون يعتقدون بالحج ويحجون من استطاع منهم. ويعتقدون بالزكاة ويزكون. لكنهم تركوا الولاية. الله سبحانه وتعالى انزل في القرآن الكريم هذه الفرائض الخمس. لكن تفاصيلها بينها رسول الله صلى الله عليه وآله. أقيم الصلاة زي نقيم الصلاة لكن كيف نصلي؟ يقال لهم تبتدأ الصلاة بالتكبيرة وتنتهي بالتسليم وبين التكبيرة والتسليم أجزاء وشرائط ينبغي ويجب على الإنسان مراعاتها هذه بينها رسول الله صلى الله عليه وآله ومواقيت الصلاة يعني حدود الصلاة ابن فارس في, الموا... في المقاييس يقول الوقت الحد سواء كان في زمان أو غير زمان لذا نقول مواقيت الحج الميقات الذي يحرم فيه الحجاج كمسجد الشجرة مثلا هذه كلمه مشتقة من الوقت أي وقت في هذه الأماكن وهي أماكن وليست أزمنة لأنها حدود لا يجوز لمن أراد الحج أو العمرة أن يتجاوزها إلا وهو محرم فالوقت الحد من زمان أو غير زمان لكن شاع استعماله في الزمان أكثر من سائر الحدود فالرسول بين مواقيت الصلاة، ليس فقط أوقات الصلاة، وإنما جميع الحدود التي ترتبط بالصلاة. أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. التفاصيل ما موجودة في القرآن، وإنما بينها الرسول بتعليم من الله سبحانه وتعالى. مثلا إذا عندك الأنعام الثلاثة، يعني الغنم والجمال والابقار هذه فيها الزكاه الانعام الثلاثه او الغلات الاربع التي هي الحنطه والشعير والتمر والزبيب والنقدين الدينار والدرهم المسكوكان الذهبيان بسكة المعاملة الرائجة هذه فيها الزكاة الواجبة وأما الزكاة المستحبة ففي أشياء كثيرة مذكورة في الفقه هذا بينه الرسول صلى الله عليه وآله ثم النصاب كم هذا النصاب من بينه الرسول صلى الله عليه وآله إلى شروط هذه الشروط من بينها رسول الله صلى الله عليه وآله أول ما دخل الرسول صلى الله عليه واله الى المدينه المنوره الله سبحانه وتعالى شر شرع الصوم لكن صوم يوم واحد يوم عاشوراء ثم بعد ذلك الله سبحانه وتعالى نسخ وجوب صوم عاشوراء وشرع صوم شهر رمضان صوم يوم عاشوراء في أول مجيء الرسول إلى المدينة حسب هذا الحديث الشريف قد شرع، لكن ليُعلم أنه نسخ الوجوب، فبعد النسخ إذا واحد يصوم عاشوراء كيوم من الأيام هذا مكروه بمعنى أنه أقل ثوابًا اما اذا صام فرحا بمقتل الامام الحسين عليه الصلاه والسلام كما فعل ال زياد وال اميه فهذا حرام وفيه معصيه عظيمه. في الحديث عن الامام الرضا عليه السلام يقول: ذلك يوم صامه الادعياء من ال زياد لقتل الحسين عليه السلام. الحكم حينما نسخ الوجوب فلا معنى لان تصوم ذلك اليوم المنسوخ حكم وجوبه وتصوم هؤلاء يصومونه فرحا بمقتل الحسين عليه الصلاه والسلام وهو يوم يتشائم به ال محمد ويتشائم به اهل الاسلام واليوم الذي يتشائم به يتشائم به اهل الاسلام لا يصام ولا يتبرك به هناك روايات كثيره في ان من يصوم عاشوراء فرحا وسرورا بمقتل الامام الحسين عليه الصلاه والسلام فهذا جزاؤه النار اذا الحكم كان واجبا ثم نسخ الوجوب ولكن مع كراهه في صومه من بين النسخ رسول الله صلى الله عليه واله من عين ان شهر رمضان هو بين شوال وبين شعبان ايضا الرسول صلى الله عليه واله لان الايه نزلت شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه زين شهر رمضان اي يوم العرب في الجاهلية كان عندهم نسيء يعني شنو النسيء؟ يغيرون الشهور حتى يكون الحج دائما في موسم الربيع السنة القمرية اقل من السنة الشمسية عشرة ايام او احد عشر يوما فلذلك تشوف انه الاشهر القمرية تدور في السنة يعني فترة شهر رمضان يكون في الشتاء فترة يكون في الصيف فترة يكون في الربيع لأن كل ثلاث سنوات شهر السنة القمرية تتقدم العرب الجاهليون كانت شهورهم قمرية لكن كانوا يريدون أن يكون الحج في الربيع لا في الشتاء القارس ولا في الصيف الشديد الحر لذلك كانوا يتلاعبون والتلاعب كان يكون عن طريق النسيء إلى أن نزلت الآية إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما وهذا النسيء استمر في العرب إلى السنة التاسعة من الهجرة في السنة العاشرة من الهجرة اتفق ان شهر ذي الحجه الواقعي صادف شهر ذي الحجه الذي كان في النسيء لذاك الوقت كان اواخر الشتاء اوائل الربيع فلذلك رسول الله حج في تلك السنه حجه الوداع وكان ذي الحجه الواقعي مصادف للحجه عند الجاهليين وهناك في منى اعلن الآن السنة دارت فكانت كيوم خلق الله السماوات والأرض يعني ذي الحجة في موقعها فلا نسيء بعد ذلك وألغى رسول الله صلى الله عليه وآله النسيء إن الرسول بيّن أنه شهر رمضان اللي تصومه مو شهر رمضان النسيء لا شهر رمضان الذي هو شهر رمضان الواقعي الذي عينه الله يوم خلق السماوات والأرض اللي هو بين شعبان وشوال. وكذلك نزل الحج. الرسول صلى الله عليه واله بين التفاصيل. المقدار اللي بين في القران الرسول صلى الله عليه واله شرحه وبين سائر الاجزاء. الناس تعلموا صلاتهم، تعلموا صومهم، تعلموا حجهم، تعلموا زكاتهم. نزلت الفريضة الخامسة التي هي الولاية ذكرنا في الحلقة الماضية ان الرسول كان يخبر الناس بأن خليفته علي بن ابي طالب عليه الصلاة والسلام كان يخبرهم لكن ما فرض عليهم الاعتقاد به وما اخذ البيعة منهم لكن في حجه الوداع الرسول صلى الله عليه واله كتب الى المسلمين في اطراف جزيره العرب بان ياتوا الى مكه يحجوا ذلك العام. فلما حجوا خطبهم في منى وكانوا 120 او 180 الف واحد. في منى خطب وبين لهم تكاليفهم وأن الله سبحانه وتعالى فرض عليهم ولا يتعلى ابن أبي طالب عليه الصلاة والسلام لكن لم يأخذ البيعة منهم لماذا الرسول بين لأن الله سبحانه وتعالى أمره أن يبين لهم أن هذا فرض ويجب عليهم أن يعتقدوا به وأن يلتزموا به وهذا مضمّن في خطبة الرسول في منه حتى ان غير الشيعه ايضا رووا طرفا منه انه وصى باهل بيته عليهم الصلاه والسلام. في من نزلت الايه على الرسول صلى الله عليه واله بانه بالدين ان الدين كمل بولايه علي بن ابي طالب، انت لازم تاخذ البيعه من الناس. متى تاخذ البيعه؟ هذا موسع. باختيارك تختار الزمان المناسب. هذا يعبر عنها الواجب الموسع. مثل ما رئيس يرسل مرؤوسه يقول عليك ان تقول لزيد كذا بس انت اختار الزمان المناسب متروك لك من الان الى شهر. بس خلال هذا الشهر لازم توصل له هذا الكلام. متى انت اختار الوقت المناسب؟ فالرسول صلى الله عليه واله راى ان اخذ البيعه منهم في منى هذا امر صعب لماذا لان الرسول في منى ذكر كثيرا من الامور فلو كان يذكر مساله البيعه واراد ان ياخذ منهم البيعه ما كانت هذه البيعه لانه الناس في شغل شاغل ولعل هناك بعض المنافقين كانوا يخربون اخذ البيعه ولعل كثيرا من الناس كانوا يخفون انفسهم فلا يبايعون وفي 120 الف واحد او 180 الف واحد القضيه في داخل المدينه تضيع منو بايع منو ما بايع بعدين يطلع يجي يقول انا ما بايعت مثلا فلذا الرسول صلى الله عليه واله اخر لوقت يامن الاختلاف فيه فلذا خرج مع أهالي المدينة وكان المهم أهالي المدينة لأن أهالي المدينة المدينة هي العاصمة اللي يمسك العاصمة يمسك الأطراف حتى الآن في الحروب الداخلية في الانقلابات العسكرية في الثورات اللي يمسك العاصمة هو ينتصر ما دام العاصمة مبيدة هو غير منتصر المدينه هي العاصمه كانت فلذا كان المهم ضبط اهالي المدينه واخذ البيعه منهم فلذلك حينما وصل الرسول صلى الله عليه واله في رجعته الى منطقه يقال لها غدير خم هذه المنطقه كانت منطقه مناسبه لماذا لان في ذاك الوقت من السنه ما كان مطر جاي فالارض كانت يابسه ومكان وسيع كان مكان مناسب لحصرهم في مكان وسيع بحيث لا يتمكن احد من ان يختل تحت خلف شجره او خلف جبل او ما الى ذلك المكان مستوي جمعهم وبلغهم واخذ البيعه منهم وتمت البيعة ذكرنا في الحلقة الماضية الله سبحانه وتعالى وعد أن يقدر أن تكون البيعة بكيفية لا يكون فيها خلل والله يعصمك من الناس بحيث تتمكن من تنفيذ أخذ البيعة بسلاسة جدا لذلك الجميع الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله في وقعة غديرهم في بعض الروايات عشرة آلاف في بعض روايات 12000 هم كانوا اهل كانوا اهل المدينه ومن حولها هؤلاء جميعهم بايعوا امير المؤمنين عليا عليه الصلاه والسلام في وقعه غديرهم طبعا الرسول صلى الله عليه واله كان يعلم بان القضيه صعبه امتحان صعب لان امير المؤمنين عليا عليه الصلاه والسلام كان قد قتل ابطالهم في بدر واحد وخيبر وحنين فكانوا يحملون حقدا عليه، ولو ان قتله كان بحق، لكن الناس هكذا كان واحد يعيش في زمان هارون العباسي كان ناصبيا يبغض امير المؤمنين عليا عليه الصلاه والسلام، قالوا له لماذا؟ سهارون العباسي سنه 170 180 للهجره كان يقول ان علي بن ابي طالب حد احد اجدادي احد اجداده كان مرتكب جريمه فامير المؤمنين امر باجراء الحد عليه هسه جد الرابع الخامس الفاصله اكثر من 140 سنه 150 سنه وكان يحقد على امير المؤمنين لانه اجرى الحد الشرعي الذي امر الله سبحانه وتعالى به في القران الكريم. زين اذا الناس هكذا فواحد قاتل ابوهم، قاتل اخوهم، ابن عمهم من عشيرتهم بامر من الله سبحانه وتعالى في حروب اقامه الاسلام. قاتلهم على التنزيل. لذلك كانوا يحقدون على امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام. وكثير منهم كانوا قد دخلوا في الإسلام إما رغبة وإما خوفا وإما طمعا أو على الجو العام قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم لذا الرسول كان يخشى الله سبحانه وتعالى أمره يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك يوم الثامن عشر من ذي الحجة انتهى الوقت، الواجب كان موسع في منى نزلت الولاية على رسول الله، لكن موسع اختار الوقت المناسب. الوقت المناسب كان في يوم الثامن عشر من ذي الحجة في مكان في الجحفة يسمى غدير خم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين فأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله هذا تتمت كلام الإمام الباقر بيد علي عليه السلام فقال أيها الناس إنه لم يكن نبي من الأنبياء ممن كان قبلي إلا وقد عمره الله يعني أعطاه فترة من العمر إن قليل أو كثير ثم دعاه فاجابه يعني قبض روحه فاوشك ان ادعى فاجيب الان الرسول يقول انا نهايه عمري وانا مسؤول وانتم مسؤولون فلنسالن الذين ارسل اليهم ولنسالن المرسلين في سوره الاعراف فماذا انتم قائلون فقالوا نشهد انك قد بلغت ونصحت وأديت ما عليك فجزاك الله افضل جزاء المرسلين قال اللهم اشهد ثلاث مرات اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد ان هؤلاء شهدوا اني قد بلغت ثم قال يا معشر المسلمين هذا وليكم من بعدي فليبلغ الشاهد منكم الغائب الامام من بعدي هذا هو هنا الولي يعني الاولى بالتصرف مو المحب يعني رسول يجمعهم هكذا بعدين يقول علي بن أبي طالب يحبكم مثلا هذا أمر غير معقول هذا وليكم من بعدي فليبلغ الشاهد منكم الغائب ثم للحديث تتم سنذكرها في حلقة قادمة هذا وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين